مرزوقة أو كما تلقب ببحر الرمال، بازار سياحي واستشفائي يقصدها مرضى الروماتيزم والعظام والأمراض الجلدية للتداوي بالتمر في رمالها الساخنة. عبر برنامج استشفائي توارث أسراره أبناء المنطقة منذ القدم. الناس ما عارفينش المنطقة ديال زاكورة، وأول حاجة الحمد لله تندوم هي مثلا فين يسترحوا إقامة أو طيل أو غير ذلك، المهم فاش تاخذ راحته مزيان. ومن بعد إن شاء الله تنجيبوا بعض الناس، يكونوا الناس كبار وتكشي، تنسولهم الناس اللي فيهم الطونسيو مثلا أو فيه السكر أو فيه مرض القلب، اللي عنده شي أمراض مزمنة تنحاولوا نفادوا باش ما يديرش الرملة. والحمد لله كاع واخا ما دار الرملة، هذا الجو ديال زاكورة تينفعوا 100%. وكاين الإقبال على هذا الشيء هذا، لأن الناس ولات في يعني في إطار الطب البديل، لو الناس كيلقاو هادشي في هادشي ديال الروماتيزم واللي عنده الكوليسترول حتى هو، لو الناس كيجيو لهادشي بزاف كيلقاو فيه راحتهم. الرمال الساخنة لمرزوقة والتي تتجاوز درجة حرارتها 50 درجة مئوية أثبتت فعاليتها في تحسن الحالة الصحية للمرضى الذين يقصدونها، مما جعلهم يقبلون عليها سنوياً. كل عام أنا كنجي هنايا كنتردم في هاد الرملة لأن مولف معاهم هنايا، وهاد الشي راه مزيان. زاكورة أضحت وجهة ذائعة الصيد تنشط فيها السياحة خلال هذه الفترة من السنة، مما يوفر مصدر رزق لسكان هذه المنطقة.